نيابة عن سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة، شهدت سعادة الأستاذة إيمان الدوسري وكيل وزارة الصناعة والتجارة حفل ختام معسكر النسخة الثانية من برنامج رائد الأعمال التقني الشاب. هذا البرنامج يهدف إلى تزويد طلاب الجامعات البحرينيين المتخصصين في التقنيات بالتدريب والمعرفة والعلاقات اللازمة لريادة الأعمال التقنية وتأسيس مشروعاتهم التجارية في هذا القطاع. تحت رعاية وزير الصناعة والتجارة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني، أقيم الحفل الختامي لمعسكر النسخة الثانية من برنامج رائد الأعمال التقني الشاب، والذي شهد حضورا لافتا من قبل طلاب الجامعات البحرينيين الذين تم تزويدهم بمهارات استثنائية مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، بما تعزز برامج التنمية المستدامة لمملكة البحرين. احنا نتكلم عن عصر رقمي، العصر تغير، التقنيات تغيرت، وسائل الحياة تغيرت. الآن احنا نتكلم عن الاقتصاد الرقمي، لذلك الشباب لازم يشركهم في هذه البرامج اللي تعطيهم فرصة للعمل ولعمل ريادة الأعمال وللنجاح في الحياة القادمة. البحرين حاضنة لكثير من الأعمال التقنية، عندنا شركة أمازون موجودة في البحرين، عندنا مجموعة حاضنات، شركات عالمية قاعدة تجي وتورد وتقدم خدماتها من البحرين. في البحرين كذلك عندنا الحكومة الإلكترونية، وفي عندنا إنجازات على مستوى العالم، يعني حققت البحرين مراكز قياسية في موضوع الحرية الرقمية، في موضوع الخدمات الإلكترونية. ويسعى هذا البرنامج الذي يشارك به 20 طالبا جامعيا إلى تعزيز رؤية البحرين الاقتصادية 2030 والاستثمار في المورد البشري وتوسيع خبراته وإطلاق مبادرات تشجيع الأعمال، بما يضمن توفير فرص نوعية في العديد من القطاعات الناشئة. مشروعي عبارة عن صيدلية ذاتية راح تحل أزمة زحمة الصيدلية، بيكون مرتبط ويا هالآلة تطبيق يسمح بدخول المريض والدكتور نفسه، الدكتور بيقدر يلغي وصفة، يضيف وصفة، والمريض بيقدر يدش عشان يتعرف على أدويته وجرعاته ومواعيد القادمة. هو أبليكيشن اسمه بوستي، عبارة عن temporary home for your pet، يعني بيت يعني مؤقت حق حيوانك الأليف فطمان تتسافر وشي. وأنا شفت نواد أودم عندهم هالمشكلة، فأنا قررت أسوي ذي البرنامج عشان ينظمون أمورهم شوي. هو نفس الماتش ميكينج، أودم يدشونه، هو نفس الانستغرام، يعني أودم يدشون يحطون حيوانهم الأليف، يحطون الانفورميشن ماله، وأودم ثانيين يدشون يبون الحيوان، يعني يبون بعتني فيه لهالمدة. رعاية هذا البرنامج تأتي في سياق الخطط الحكومية لإبراز مملكة البحرين كمنصة إقليمية للتكنولوجيا في الشرق الأوسط، تعمل على توفير البيئة الاقتصادية المناسبة للإبداع وجذب الشركات الكبرى والناشئة بهدف تنمية الاقتصاد وخلق الفرص النوعية، بما يسهم في زيادة تنافسية مملكة البحرين. مشاريع متنوعة ومتعددة يقدمه طلاب الجامعات البحرينيين المتخصصين في هذا البرنامج، وهو الذي يؤكد اهتمام ودعم الحكومة للشباب لتشجيعهم في مجال التحول الرقمي، كون الشباب هم عماد وثروة هذا الوطن واليد التي تتكئ عليه في وقت المحن. طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.